بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنواصل تقديم سلسلة المحاضرات الخاصة بالبانداس، واتكلمنا على البانداس المحاضرتين السابقتين. شفنا الاثنين داتا ستراكشر المهمين جدا، السيريز والديتا فريم، وعرفنا ان الداتا فريم بتبريزنت او بتمثل مجموعة البيانات الممثلة في التابيولر داتا او الكوما سيباريتد فاليو. وشفنا كمان ان الداتا فريم عشان تجين انسايت او عشان تقدر تاخد معلومة بسرعة عن البيانات اللي مع حضرتك، شفنا الميثود الخاصة بالهيد، شفنا كمان الديسكرايب، شفنا كمان الانفو، وعرفنا بعض الاتريبيوتس المهمة اللي هم الفاليوز والكولوم والاندكس. اليوم ان شاء الله هنتعلم مفهوم جديد جدا، وهو مفهوم غاية في الروعة، هيفيد حضرتك في البيانات ومهم جدا في الديتا اناليسز. لما يكون عندك داتا فريم يهمك على الدوام ان البيانات اللي انت محتاجها تكون موجودة في الطب، في الصدر، في الهيد. يعني لما تيجي تعمل تشوف الديتا فريم، انت مهتم بخاصية معينة، مهتم ببيانات معينة، عاوز تتفرج على سجل معين او ريكورد معين، فيهمك ان الريكورد ده يتعرض في الاول، او يهمك تعمل زوم ان على كولوم، او يهمك تعرف بيانات لها صفة محددة. يعني بتدور في البيانات مثلا الاكبر من 50، الاقل من 60، البيانات اللي من محافظة الدقهلية، لا البيانات اللي من محافظة القاهرة، لا بدور على اعضاء هيئة التدريس اللي سنهم من كام لكام، تمام كده؟ فعشان تعمل ده محتاج تعمل سورتنج ترتيب، ومحتاج تعمل سبسيتنج ان انت تدور او تعمل فلتريشن على المعلومة اللي انت عاوزها، سواء كانت في الرو او كانت في الكولوم. دي السلسلة او مجموعة الريفرنس اللي اعتمدنا عليها في اعداد المحاضرة. خلاص عملت امبورتنج للباكجز المهمة، اتفقنا ان البانداس مبنية على النمباي والمات بلوت ليب دوت باي بلوت. وبعدين اليوم هوري لحضرتك يعني داتا ست مهمة كانت موجودة في الداتا كامب، هي عبارة عن الهوملس نس، وهي عبارة عن قاعدة بيانات في امريكا بيكلموا على الناس اللي هم بلا مأوى او ما عندهمش سكن، سواء كان فرد من اسرة او كان شخص ملوش اسرة. الاحصائية دي موجودة في سنة 2018 لكل الولايات، مين الولايات الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية. خلاص انا هعمل امبورتنج للهوملس ناس، اوكي. وطبعا هنا بنعمل ريفيو سريع طبعا عشان تشوف البيانات بتاعتك. هناخد بسرعة هيد كده، الهيد هيديني اول خمس صفوف زي ما انت شايف، الريجون والستيت والانديفيدوال، ويا ترى ده فاميلي ممبر ولا لا، عددهم كام يعني، وبعدين عدد سكان مين، عدد سكان الولاية. لو حضرتك حابب تعرف معلومات عن الميسنج فاليوز والديتا تايب، هنستعمل الانفو ميثود زي ما انت شايف، هم عبارة عن 51 نون نل كاونت، والديتا تايب زي ما ظهر قدام حضرتك، تمام. ودي الكولوم بتاعت حضرتك. لو حبيت تعرف الشيب بتاع البيانات اللي معاك، هيديك تابل، التابل ده فيه 51 رو او 51 انستنس او 51 اوبزرفيشن، وعندك 6 كولوم. لو حبيت تعرف بعض المعلومات الاحصائيه عن الداتا سيت اللي مع حضرتك، هتعمل او تستدعي الميثود اللي اسمها ديسكرايب، هيجيب لك الكاونت في كل كولوم، دول 51، تمام كده. وبعدين هيجيب لك الافريج او المين والستاندرد ديفيشن والمينيمم والفيرست كوارتايل والميديان او السكند كوارتايل والثيرد كوارتايل والماكسيمم فاليو. لو حبيت تعرف او تجيب ال 2D نون باي اري الموجوده في الهوملسنس، هقول له اتش ال دوت فاليوز، هيديني البيانات بتاعتي كلها. لو حبيت تعرف اسماء الكولوم، ادي اسماء الكولوم اللي موجوده مع حضرتك. لو حبيت تعرف اسماء الروز، هتلاقيه طبعا ده اوتوماتيكالي جنريتد ستارتنج فروم 0 ستوب عند 51. الموضوع بتاع المحاضره زي ما قلنا بيتكلم على السورتنج، وزي ما قلنا السورتنج عشان تجيب الموست انترستنج داتا على الطب بتاع الداتا فريم، يعني المعلومات اللي انت عاوز تدورها او اللي بتحقق لك خاصيه معينه هجيبها في الطب عشان اقدر ان انا اشوفها بسرعه. زي ما قلنا الموضوع ده ممكن يكون بشكل ما عشان تجيبه، ده يبقى انت بتتكلم في ترتيب صفوف. وعشان ترتب ممكن استعمل الميثود اللي اسمها sort values. sort values عشان اعمل ده انا بس عملت كرييت. احنا طبعا من المحاضرتين اللي فاتوا والمحاضره دي ما بعلمش حضرتك ازاي تكرييت داتا فريم، لا ده انا بعمل امبورتنج او بستدعي الداتا فريم، تمام كده، سواء كنت بقراها من فايل او من مكان اخر. فالكام خطوه دول هنعمل لهم سكيب بس حاليا. خلاص انا معايا
هنا معايا داتا فريم اسمها ماي داتا، و بينا الهيد لها ادي البيانات الويت والهايت، وده بيرسون 1 بيرسون 2 بيرسون 3 4 5، ودي الاوزان بتاعتهم ودي الاطوال. البيانات دي بشكل ما يعتبرها كمثال لحساب البي ام اي اندكس اللي هو البادي ماس اندكس. بغض النظر عن البيانات كلها واتعملت ازاي، ده مش موضوعنا، خلينا بس في الاول في البيانات دي. انا مهتم دلوقتي ان انا اعمل سورتنج للكولوم اللي اسمه ويت. عشان اعمل ده، عشان اعمل سورت واظهر الصفوف بتاعتي مترتبه بناء على الاوزان سواء كان ترتيب تصاعدي او تنازلي، هستعمل الميثود اللي اسمها سورت فاليوز. يبقى ماي داتا ده الداتا فريم، سورت فاليوز، وبعدين احط العمود اللي انا مهتم بيه يبقى ماي داتا دوت سورت فاليوز. تمام كده، هرتب بناء على مين؟ بناء على الويت. الترتيب اللي انت شايفه قدام حضرتك ده هيبقى ترتيب ليزر، يعني هيبقى ترتيب تصاعدي. يعني ايه؟ يعني هنبدل الصفوف بحيث يبدو ان الاقل وزنا في الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. اهو ما تيجي تبص كده على البيانات هتلاقي ان الترتيب طبعا ده كان اصغر قيمه 45.2 اللي هي بيرسون 3، هاخد الرو كله اطلعه فوق. طبعا انا مش هرتب ده بس واسيب ده، لان البيانات مرتبطه ببعض، فمنطقي جدا ان الرو رقم 3 يبقى بيرسون 3 هو الاول. بعد كده هتلاقي ان بيرسون 1 57 يطلع تاني وهكذا لحد الاخر. طيب والله لا، انا مش عاوز ارتب تصاعدي، انا عاوز ارتب تنازلي، يعني عاوز اكبر وزن هو اللي يجي في الاول، اكبر وزن هو اللي يجي في الاول. هعمل ايه؟ في هنا ارجمنت خاص بالاسندنج كان الديفولت فاليو بتاعته كانت ترو، هخليها فولس. تمام، يبقى ascending بيساوي false. ده معناه ان رتب لي الويت بس رتب الاكثر او الاتقل حطه في الاول. زي ما انت شايف قدام حضرتك هتلاقي تقريبا ده عكس ده، هبدا 105 ثم 89.5 ثم 70 وهكذا. طيب ينفع ارتب بناء على قيمتين على عمودين؟ اه ينفع ارتب، بس هيرتب بناء على مين؟ هيرتب الاول بالنسبه للويت، ولو لقت مين ويت شكل بعض يبدا يبص على مين؟ يبدا يبص على الهايت. ده اللي عاوز اقوله. يبقى لو لقى قيمتين زي ما انت شايف هنا 70 مثلا و70 قصادها 1.5 1.8، يا ترى بيرسون 5 اللي يجي الاول ولا بيرسون 6؟ ده معنى كلمه ان ارتب بناء على عمودين. لاحظ هنا وانت بترتب بناء على عمودين، يعني دي اكيد دي بتعمل ايه؟ بتفك طيب، بتفك عقده. العقده دي نتيجه ان في اوزان متماثله، وخاصه مثلا لما تكون بتتكلم كمان مش في حاجه نيوميريك، لو بتتكلم في حاجه كاتيجوريكال، يعني بتتكلم في ولايات، بتتكلم في محافظات، بتتكلم مثلا في رتب، بتتكلم مثلا في حاجات خاصه بتقديرات، فممكن تلاقي مثلا طلاب جايبين جاي جدا، بس ممكن تكون الاعمار مختلفه، او ممكن يكون الفيرست نيم بتاعهم مختلف. فانت عاوز تقول والله لو تساوى الويت ارتب بناء عليه. تمام كده، ده معنى الموضوع ده. وبالتالي هنا انا محتاج ان انا اباصي الاثنين كولوم داخل مين؟ داخل ليست. يبقى ارتب بالنسبه للويت ثم بالنسبه للهايت. عشان نعمل ده بس انا عاوز اوري لك البيانات الاصليه عشان ما تتوهش مني. اوكي، احنا كنا واقفين هنا. هنا كده بس هكتب ماي داتا تاني عشان تشوفها قدامك. دوت هيد ادي البيانات اهو. تعالى بقى نكمل، اتفقنا هنرتب بناء على الويت ثم الهايت. طبعا هنا انا سبت الارجمنت الخاص بالاسندنج سبته باي ديفولت اللي هو تصاعدي. يبقى طالما تصاعدي دي ماي هيد تصاعدي، يبقى لما نبص على الارقام هتجيب بقى ال 45 وال 57 وال 89 وهكذا. تمام، صح كده يا اخوانا؟ طيب ده بالنسبه للويت وبالنسبه للهايت اهو. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بناء على البيانات دي رتب الويت تصاعدي. هذا الويت تصاعدي 45 57 70، هنا 70 70. لما جاب الاثنين دول مع بعض 70 70 راح بص على العمود الاخر اللي هو الهايت، والهايت برضه تصاعدي. فلما لقى 70 70 عنده حاجتين، ياخد مين الاول؟ هياخد ال 70 بتاع بيرسون 5 ولا بيرسون 6؟ هيلاقي هنا ان دي معاها 1.5 ودي معاها 1.8. هنا برتب تصاعدي وهنا برتب تصاعدي، يبقى انا هاخد مين؟ اخد 70 و1.5 وبعدين 70 و1.8 عشان يبقى ده تصاعدي وده تصاعدي. فهمنا القصه؟ طبعا لو حضرتك حبيت ترتب كل كولوم بحاجه مختلفه
تقدر تعمل الكلام ده عن طريق الاسندنج، يعني انا بقول له دلوقتي هرتب الويت والهايت، بس الويت رتبه لي تصاعدي تمام كده، ولو حصل تاي او كونفليكت او حاجتين شبه بعض بص على العمود بتاع الهايت ماله بقى، انا عامله فولس، بص عليه تنازلي، يبقى هات الاكبر الاول. تمام، ده القصد بتاع الموضوع. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا تقدر تبص على الناتج ما عندكش مشكله، هتيجي تبص تلاقي الويت بتاعك مترتب ماله بقى تصاعدي، ولما جه عند ال 70 و70 دول الاثنين شكل بعض، يعرض مين الاول؟ ها راح بص على الهايت واخده فولس، فالهايت فولس معناه تنازلي، الهايت فولس معناه بيرتب ماله بقى، ها الهايت هنا بيرتب ايه؟ بيرتب احنا قلنا الويت بيرتب اسيندنج، بيرتب تصاعدي زي ما انت شايف تمام، والهايت بيرتبه ايه؟ والهايت بيرتبه تنازلي. طيب كده يا اخوانا، فقعد يرتب بالنسبه للوزن، ولما جه عند ال 70 70 اخذ مين بقى؟ ها اخذ الاكبر الاول ثم الاصغر. طبعا لو انت غيرت وعملت ترو ترو هتلاقي حضرتك باين قدامك ان ال 70 ثم 70 ده بيرتب تصاعدي تمام، وده بما يتناسب معاه، ثم لما جه عند 70 70 زي ما انت شايف 1.5 الاول بعدين 1.8 عشان يقول ان ده ايه؟ ان ده تصاعدي. تمام كده يا اخوانا. في حاجه تانية اسمها السبسيتنج كولوم، يعني احيانا محتاج ان انا اعمل زوم ان على كولوم، عاوز اعرض كولوم واحد فقط. تمام كده، اعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل الكلام ده على داتا ست المشهوره بتاعتنا بتاعت الدايابيتس. خلاص انا حملت الدايابيتس وعملت الهيد بتاعها، ده الهيد بتاعي. زي ما قلت انا مش محتاج ان اتفرج على كل الكولوم دي، انا انترستد في كولوم معين. عشان تعمل ده هعمله عن طريق البراكتس. تمام كده، زي ما انت شايف هكتب دايابيتس وبعدين بحط البراكت وبحط اسم مين، بحط اسم الكولوم بتاعي، فانا مهتم فقط بالبريجنانسي، عدد مرات الحمل. تمام كده، لو انت عملت الكلام ده هيجيب لك العمود بتاعك زي ما انت شايف. طبعا الداتا سيت هنا كبيره، فمعروض لك جزء الخمسه وبعدين بيقول لك ان في كميه يعني كتير، وبعدين بيعرض لك اخر خمسه. تمام، لو انت محتاج اكتر من كولوم هعمل الكلام ده عن طريق مين؟ هعمل الكلام ده عن طريق ليست بقى، بدل ما كنت بقول له دايابيتس وبعدين بديله اسم الكولوم، لا انا هديله مين؟ هديله ليست. يبقى هنا القوسين دول، القوس ده والقوس ده خاصين بالسبسيتنج، لكن ده خاص بالليست اللي هوصف فيها اسماء الكولوم اللي انا مهتم بيها. يعني لو انا مهتم مثلا بالبريجنانسي زي ما انا كاتب بريجنانسي والبلاد بريشر، انا عاوز اتفرج على ده مع البلاد بريشر، اجيب الكلام ده ازاي؟ اهو زي ما انت شايف كده، هديله ليست فيها اسماء الكولوم اللي انا مهتم بيها، والقوسين اللي بره دول بتوع مين؟ بتوع السب سيتنج. تمام كده، اهو يبدا يعرض لك. طبعا ده ممكن تاخده وتحطه في داتا فريم تاني، يعني ممكن ده احطه هنا او اخزنه في داتا فريم. واضح قدامك البريجنانسي، واضح قدامك البلاد بريشر، ربما تكون عاوز تبص العلاقه بين التو كولوم، ربما تكون عاوز ترسمهم مع بعض، ربما تكون عاوز تعمل كورليشن ما بينهم، ده موضوع هياتي ذكره فيما بعد. تمام كده يا اخوانا. طبعا الخطوه دي ممكن تعملها لو مضايقك القوسين دول، تقدر تاخد دي تحطها في ليست، ثم اقدر ابصل ليست للدايابيتس اهو، ممكن اعملها كده، ده ليست اسمها اكس اكس، وارجع ابصل اكس اكس داخل الدايابيتس كده، عملت سب سيتنج، لكن الموضوع في الاول كان اسهل. تمام، ممكن اعمل برضو سب سيتنج للروز. تمام كده، عاوز اشوف زي ما قلنا ايه الاجزاء اللي في الداتا سيت المهمه بالنسبه لي. تمام كده، ان انا اعمل سبسيت على الروز، يعني عاوز تعرض قدامك مجموعه روز فقط بتحقق لك شرط معين، ده بنقول عليه فلترنج روز او سيلكتنج روز. تمام كده، في اكتر من طريقه عشان تعمل الموضوع ده. عشان تعمل الموضوع ده اسهل حاجه ان اعمل ريليشنال اوبريتور، يعني ايه؟ اروح الاول ادور مين في الدايابيتس مثلا عدد مرات الحمل اكبر من 3. طب انت عشان تتكلم مع الدايابيتس بس وتعمل عليه زوم ان، هقول دايابيتس بنفس الطريقه اللي فاتت واقول له اكبر من 3. كده بقول له هات لي من الداتا سيت اللي عدد مرات الحمل فيها اكبر من 3. تمام، واقول له ايه؟ واقول له اوكي. طبعا هيروح يدور، هيبدا يديني حاجه زي البوليان اللي هو الترو والفولس، مين حقق مين ما حققش بالنسبه للصفوف كلها. تمام، لو انا خدت ده بقى وديته على انه بارامتر او ارجومنت في الدايابيتس، هيرجع لي بالصفوف كامله اللي فيها البريجنانسي اكبر من 3، او الاوبزرفيشن، لان انا بعمل سبسيتنج على الروز، فانا عاوز اتفرج على الروز. هتعمل ايه؟ هروح الاول احط كونديشن اللي انا عاوزه، ثم اباصي الناتج ده كارجومنت داخل الدايابيتس، فيديني مجموعه الروز
اللي فيها الديابيتس برجنانسي او عدد مرات الحمل من قاعدة البيانات اكبر من 3 اهو. ما تيجي تبص دلوقتي هتلاقي البرجنانسي هنا مش هتلاقي ولا رقم اقل من 3 وعرض لك كل الصف. يبقى الموضوع بسيط جدا، بحط الكونديشن ثم اباص الكونديشن داخل مين؟ داخل الداتا فريم. تمام؟ ماشي يا اخوانا؟ اه ادت شرط وبسيطه داخل مين؟ داخل الدايبيتس. طبعا ممكن تحط ده في فاريبل وترجع تباص الفاريبل هنا او تكتبها كلها مره واحده وخلاص. تمام؟ طيب اوري حضرتك تاني الهيد شكلها عامل ازاي؟ ده الهوملس نس. تمام كده؟ دي قاعده البيانات التانيه مش الدايبيتس ولا حاجه، احنا قاعدين بننوع بس، اشتغلنا على الهوملس نس اللي هو قاعده البيانات الخاصه بالناس اللي بلا مأوى في الولايات المتحده الامريكيه. وبنشتغل على الدايبيتس وبنشتغل على الماي داتا اللي هي خاصه بالبادي ماس اندكس، اكتر من قاعده بيانات قدامنا عشان نقدر نبراكتس بشكل كويس. طيب انا النهارده مهتم مثلا في الهوملسنس باللي قدام حضرتك، طبعا دي الريجن، دي الستيت، دي الانديفيدوال، عددهم كام، هل هم كام واحد فيهم فاميلي ممبر، وعدد سكان الولايه. تمام كده؟ انا ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اعمل بناء على زي كونديشن بالظبط، هي نفس كونديشن بس بدل ما اكون اكبر واقل، انا هنا بتكلم على كاتيجوريكال داتا. فانت مهتم بمين؟ عاوز اعرض الصفوف اللي فيها الريجون هي الباسيفيك، يعني دي تنفع دي تنفع، لكن ده ما ينفعش ده ما ينفعش ده ما ينفعش، وعاوز اعرض الصف بالكامل. هعمل نفس الكلام ده الكونديشن، عشان اروح اعمل زوم ان على الكولوم هقول له اتش ال دي الداتا سيت بتاعتي بتاعت الهوملسنس اوف ريجون اللي بتساوي، وطبعا هنا دبل ايكوال باسيفيك، وبعدين اخد ده زي ما انت شايف احطه داخل مين؟ داخل اتش ال. لو انت عملت كده زي ما انت شايف هيعرض لك الريجون اللي فيها مين؟ اللي هي الكميه بتاعتها عباره عن باسيفيك، ويبدا يعرض لك مين؟ يعرض لك الروز بالكامل. تمام كده؟ طبعا واضح من كل ده ان انت بتعرض من الداتا سيت البيانات الاكثر اهميه لحضرتك بحيث تبدو قدامك على طول. تمام كده؟ لو انت عاوز اكتر من شرط الموضوع بسيط، يعني ممكن تبسطها، احط الشرط الاولاني اهو واحط الشرط الثاني اهو، يعني مثلا انا عاوز عدد الانديفيدوال اكبر من 4000 وعاوز كمان الريجن تكون باسيفيك، واخد الشرطين اضمهم باند او بور واحطهم جوه مين؟ جوه الاتش ال. تمام كده؟ كده هيعرض لي الروز اللي بتحقق الشرطين دول، اللي فيها الانديفيدوال اكبر من 4000 واللي فيها الريجن كولوم هو عباره عن مين؟ عباره عن الباسيفيك. زي ما انت شايف كده هتلاقي الريجن عباره عن الباسيفيك، والانديفيدوال اكيد الرقم ده اي رقم يبقى معروض من هنا اكبر منين؟ اكبر من 4000. تمام كده؟ طبعا زي ما قلت تقدر تحط الكلام ده في جمله واحده، بس كل شرط تحطه بين برنتسيز زي ما انت شايف كده. ده شرط وده الشرط الثاني، وبينهم مين؟ وبينهم الاند، لو انت عاوز تقول ان ده يتحقق وده يتحقق. طبعا لو انت عاوز تقول اور هتحط علامه الاور. تمام كده؟ في طريقه ثانيه بدل ما اقعد بقى ان اكبر الشرط واقول له والله لو الريجن باسيفيك او الريجن مش عارف ايه او الستيت مثلا، اعرض البيانات اللي الستيت فيها كاليفورنيا او هواي او هواي او اوريجون او واشنطن او مش عارف تكساس او او او. طبعا الموضوع ده هيبقى كبير جدا. طب ايه الحل؟ ان ممكن اعمل ايه بقى وخاصه مع الكاتيجوريكال فاريبل؟ استعمل مين؟ استعمل از ان دي عشان اعمل فلتر بشكل كويس. يعني ايه؟ يعني عاوز اقول له مثلا داخل الكولوم اللي اسمه ريجون اعرض لي البيانات اللي هي الويست ساوث سنترال او الباسيفيك، لو حصل تشابه اعرض له الصفوف بتاعه ده بس. فطبعا لو انت عندك اكتر من كي وورد تقدر تحطها هنا في جمله واحده عن طريق از ان ميثود. تمام؟ لو انت عملت ده هيعمل لك ايه دلوقتي؟ هنا بيديك الكونديشن اللي هو اكس 1، واروح احطه كارجومنت داخل الداتا فريم بتاعتي. تمام كده يا اخوانا؟ يبقى ده هيوفر لك في الكتابه شويه. اهو ادي الاتش ال هيد بتاعتك، وده دلوقتي رحت قلت له دور لي في الريجن يا اما تكون ويست ساوث سنترال او باسيفيك، انا مهتم اعرض دول. هنا هترجع بترو فولس، هنا اقول له اتش ال اوف اكس 1 يديني البيانات بتاعتي. طبعا النهارده بشكل ما راجعنا الداتا سيت، رجعنا عفوا الداتا فريم، شفنا الجزء الخاص بالديسكرايب والانفو والهيد، اتكلمنا على ثلاثه داتا سيت كانوا ظاهرين معانا في المحاضره، على الدايابيتس والهوملسنس وكمان الماي داتا الخاصه بالبادي ماس اندكس. شفنا ازاي تعمل سورتنج للروز بحيث ان البيانات الاكثر اهميه تظهر قدامك او اللي بتحقق خاصيه معينه تظهر قدامك.
شفنا لو انت مهتم بكولوم معين او اتنين كولوم، لو انت مهتم بشرط معين، شفنا الـ is in. واتمنى في ختام المحاضرة ان المحتوى يروق لحضرتك. لا تنسونا من صالح دعائكم، لو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لناس اكتر، وشاركونا بالاجر وادعمونا بالنشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.